لعبها في ليفا احنا في الدوري. أحبتنا في كل مكان، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. نختار أهداف في حقب مختلفة من الرياضة الكويتية للخليجية، ودائما هذه المباريات تحمل ذكريات جميلة لمن سجلها، لمن حضرها، لمن تابعها، أيضا للصحافة اللي كانت تكتب، النقل التلفزيوني. كل هذه الأمور تدون في هذا البرنامج من خلال عدة لقاءات في حقب مختلفة. لن نختار حقب يعني معينة، ولكن نحن متنوعين من خلال هذا البرنامج نسترجع بعض الذكريات القديمة في الكرة أهداف. بعد الفاصل نبدأ المشوار. جاسم يلعبه، جاسم يلعبه. في 12/5/2004 في دوري الشهيد فهد الأحمد طيب الله ثراه، الكويت والقادسية، والقادسية والكويت. هي مو قصة المباراة القادسية والكويت، هي القصة أن لاعب واحد سجل هاتريك من كرات ثابتة من خارج منطقة الجزاء، وهذا حالة نادرة في عالم كرة القدم، أن يكون عندك لاعب يسجل 3 أهداف من كرات ثابتة، وهذا ما يسويها إلا لاعب عملاق ومميز مثل مساعد ندى العليزي. نشوف مساعد شنو سوى. هير الشمري من اللي راح يشوت، وخالد الفضلي في المرمى وفاول، وكره خطره، هذه كره خطره، كره خطره فعلا على خالد الفضلي على مرمى الكويت. مساعد، مساعد شايت خطره، جول جول جول. قلت الكرات الخطره فعلا، ومساعد يسجل هدف جميل فعلا من كرة ثابتة في الدقيقة 41. مساعد هذا صاحب الهدف، ويحيي البناي والشيخ طلال الفهد رئيس النادي، وهدف جميل. مساعد، مساعد، والكرات الثابتة خطرة، خطرة في الزاوية البعيدة الضيقة فعلا في الزاوية، كرة مساعد في الدقيقة 41. شوف شوف شوف، حتى الفضلي ما قدر لها، لم يستطع أن يفعل شيء فعلا في الزاوية، والكويت استنفذ التغيير، ومساعد ندى وفاول. هذا دينيس مهاجم الكويت، مساعد شايت، الله، الهدف الثاني ماركة أيضا مساعد ندى، والكرة أيضا كرة ثابتة كما سجل الأول من كرة ثابتة، عزز الفوز مساعد ندى، مساعد ندى والشهية المفتوحة له في الكرات الثابتة. هدف ثاني في الدقيقة أيضا 41، أيضا 41 من زمن الشوط الثاني، كما سجل الأول قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، سجل الثاني مساعد ندى. شوف شوف، أيضا كرة ثابتة، وحطها أيضا هالمرة في الزاوية الأرضية على شمال خالد الفضلي، والأولى كانت في الزاوية المرتفعة العالية في الدقيقة 41. خلال الشوطين سجل هدفين الأول. تراوري مع غلاسيو النشط المتحرك، كذلك الكويت حقيقة واعتماده على العناصر ومجموعة كبيرة تلعب، توصل خطرة وقول لا، ومساعد أيضا، مو معقولة، مو معقول، الشهية المفتوحة اليوم. مساعد، 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 الهدف الثالث، هاتريك لمساعد ندى، الهدف الثالث مساعد ندى،
مساعد ندى والشهية المفتوحة وأيضا كرة ثابتة في الدقيقة 45 ماركة ندى. هاتريك 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 مساعد ندى، هاتريك في الدوري الإنجليزي اللي سجل 3 أهداف في مباراة واحدة، يقال له هاتريك. ومساعد نشوف هذه كرة مساعد ندى والهدف الثالث. تطمت الكرة بالأرض وتغير اتجاهها أمام خالد الفضلي، والفضلي رمى نفسه. جاسم يلعب، جاسم يلعب، في 20/2/2004 في دوري الشهيد فهد الأحمد طيب الله ثراه العربي والسالمية. وتذكرون مع العربي كان داقو من اللاعبين المميزين، كان عنصر فعال مميز، كان في خط الهجوم مع طبعا مع فراس الخطيب وفي الجهة المقابلة سعيد الخرازي. كانت مباراة ممتعة، ودائما مباريات الفريقين لما يلعبون العربي والسالمية على فكرة منذ سنوات طويلة كانت مبارياتهم مميزة، نسبة الأهداف فيها مميزة، وما كانت تخرج بنتائج ثقيلة، ولكن أيضا كان في تقارب في المستويات يعني في جميع المباريات اللي لعبوها مع بعض. نشاهد أهداف المباراة معا. فاول السالمية والتعادل 0-0 والبريتشي كرة عرضية وخطرة وتوصل خطرة أيضا ما زالت جول 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 للسالمية. سعيد و قلت فعلا هل تنتهي الخمس دقائق المتبقية للسالمية أو العربي بهدف فعلا والسالمية. وهذه كرة محمد البريتشي، سعيد الخرازي لاعب الحقيقة متمكن أيضا ومتحرك في كل مكان ويسجل أول أهداف السالمية. سعيد هذا البريتشي، هذا سعيد خلصها، وكان أيضا دخول تطلع إلى خارج الملعب، رمية تماس ملعوبة على طول للعربي داقو، هجمة لداقو حطها جول، هدف التعادل مجهود فردي من داقو لمرمى السالمية، هدف التعادل داقو داقو مشتهي هذه الهجمة فعلا خلصها بهدف. شوف داقو 1-1 هذا داقو مار بمجهود فردي وبخروج أيضا صالح مهدي، وحصل الخضر يلعبها عرضية وتنقطع توصل إلى مالك القلاف، مالك ناحية أحمد موسى يلعبها طويلة لفراس، وهذه أيضا فيها خطورة فراس والمرمى خالي جول، وعوض فراس الخطيب الفرصة التي أضاعها ويسجل الهدف الثاني، وخطأ أيضا بتقدم صالح مهدي. فراس فراس الشوط الثاني وفي الدقيقة 37 يسجل الهدف الثاني للعربي، هدف. شوف هذه عادة بالبطيء، شوف 2 من دفاع السالمية، وأيضا صالح مهدي المتقدم المرمى خالي ولعبها علاها وتمر وتسقط اسقاط في مرمى السالمية. 2 العربي، هذه عادة مرة ثانية، هذا فراس، هذا فراس والمرمى خالي والكرة تعانق شباك مرمى صالح. جاسم يلعب، جاسم يلعب، أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامج الكرة أهداف. إن شاء الله استمتعتوا في حلقة اليوم، قد إن شاء الله هناك أهداف أيضا قديمة ومتنوعة في حقب مختلفة. نشوفكم على خير، فالكم طيب إن شاء الله اليوم دوم، مع السلامة. Ebruji, 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 eb
ريّد ريّد ريّد.